السيدات والسادة، وإلى هذه التغطية الخاصة، حيث تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قرية غرب أسوان المتضررة من السيول، كما التقى بالمواطنين واستمع إليهم. وخلال زيارته إلى أسوان، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لأحد منازل المواطنين، كما استمع إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان. تفقد القافلة الطبية أيضا بالقرية. مشاهدينا الكرام، وهذه الصور والتي شاهدناها أو نشاهدها الآن على الشاشة، وهي لتفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية غرب أسوان المتضررة من السيول. وفي هذه الزيارة التقى بالمواطنين واستمع إليهم. وخلال الزيارة نفسها إلى أسوان، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة لأحد منازل المواطنين، واستمع أيضا إلى شرح من شباب مؤسسة حياة كريمة للجهود المبذولة في قرية غرب أسوان. تفقد أيضا السيد الرئيس القافلة الطبية بالقرية. We'll be right back.
قول اللي انت عايزه بقى. عايز نقول لك نوفقك وانت حبيبي. مما لا شك فيه أن الإنسان المصري هو أهم وأغلى ما نمتلكه من ثروات. مثال ونموذج عظيم جدا على القوة والإرادة والصبر. ربنا يخليك يا زين.